ونبدأ مع ملفنا الأول. بعد يوم من إعلان ترامب أنه ينوي سحب قواته سريعا من سوريا وترك الأمر للأطراف ذات الصلة لتولي الأمور، وهو ما تركه لكثير من التأويلات، أبلغ ترامب مستشاريه عزمه على هذه الخطوة التي فاجأت عند إعلانه إياها وزارتي الخارجية والدفاع. وفق ذلك أصدر ترامب تعليمات للخارجية بتجميد 200 مليون دولار كانت مخصصة لإعادة إعمار سوريا. سبق لوزير الخارجية المقال تيلرسون أن تعهد بتقديمها باسم الإدارة الأمريكية خلال مؤتمر المانحين في الكويت الشهر الماضي. ويتوقع بعض المراقبين أن تثير قرارات ترامب الخلافات مع بعض كبار مستشاريه، وعلى رأسهم مستشاره الجديد الأمن القومي جون بولتون المعين حديثا خلفا لهيربرت ماكماستر، كما قد تستفيد منها بعض القوى والأطراف المحلية والإقليمية النشطة على الخارطة السورية. وينضم إلينا من باريس مدير مؤسسة كرد بلا حدود كادار باري، كما ينضم إلينا من عمان مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية موسى شتوي، على أن ينضم إلينا من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون أمير خنيفس. وأبدأ معك سيدي كادار، يعني فعلا هي مفاجأة ولكن كل شيء متوقع من ترامب، هذا الرئيس يعني الذي لا يأتي بمقدمات ولا حتى بسياسات سابقة، هو يعني يجعل السياسة الأمريكية في تحول مستمر. ماذا يعني وقف المساعدات أولا لإعمار سوريا وترك سوريا لمن يستفيد منها الآن وربما يعني ستكون إيران أو روسيا؟ تحياتي لك ولضيوفك وللمشاهدين جميعا. يعني الحقيقة تفاجأ الجميع بهذا القرار، ومنهم وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية. وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت بأننا لم نتلقى من البنتاغون تحديدا لم نتلقى أي أوامر بالانسحاب أو بهذا الخصوص. لكن رسالة ترامب أتت يعني ضمن خطاب طويل كان يتحدث عن العهد السابق الذي قبله، كان يتهمهم بالإهمال بتبذير أموال الدولة الأمريكية، بتبذير أموال المواطنين الأمريكيين. هو كان يريد أن يبيض وجهه ويسيء للذي قبله. الأمر بالنسبة لترامب هي بالدرجة الأولى حسابات مادية وابتزاز أيضا، فهناك الكثيرين قلقين من الانسحاب الأمريكي، وخاصة بأن تواجد القوات الأمريكية في منطقة هي تطمح إيران بإيصال الهلال الشيعي، وهو يريد ابتزاز أكثر ما هو شيء آخر. أيضا هناك نقطة أخرى وتوضحت هذه ليس يعني توضحت في التصريح، لأن كانت هناك مكالمة هاتفية بين الرئيس ترامب والرئيس الفرنسي ماكرون، حيث صرح للإعلام وتم التشديد على نقطة واحدة، وهي أن على فرنسا أن تتعامل بجدية أكثر في الموضوع السوري وتتعاون مع تركيا، يعني وكأن يقول بأنني سأسلم الكثير من هذا الملف إلى الدولة الفرنسية، وتركيا باعتبار فرضت سيطرتها أو احتضنت كل الإرهابيين في سوريا، وجميع هؤلاء الإرهابيون يأتمرون بأمر تركيا، فيجب أن يتدارك هذا الوضع. ما حصل بعد ذلك تبين فعلا بأن فرنسا سيكون لها الدور الرئيسي في الملف السوري. فرنسا التي كانت سابقا دولة الانتداب على سوريا، وهي الأدرى من الأمريكي وغيره بالداخل السوري أو المكونات السورية في تلك المنطقة. تداعيات تصريحات ترامب يعني حول موضوع ال 200 مليون لم يحدد هو، ولم يحدد التاريخ، ولم يحدد ان كانت هذه من تمويل ما كانت تقوم امريكا بتمويلهم عبر تركيا، او ستكون حصرا لموضوع اعمار المناطق التي تحررت من داعش، لان المبالغ التي حددت لاعمار مناطق تحرير التي تحررت من داعش هي اكبر من ذلك بكثير، فهي قرابه ال 4 مليار دولار. اذا مبلغ 200 مليون لا يساوي شيء بالنسبة لتلك المعادلة، إنما هو أراد إرسال رسائل. منطقيا نظرنا إلى الوضع السوري والتواجد الأمريكي هناك، الأمريكي لن ينسحب من سوريا لا الآن ولا بعد 10 سنوات حتى، لأن هو لا يترك الساحة، خاصة وبعد أن وجدنا يعني نقطة الخلاف القديم المعسكر الشرقي والغربي، هو لا يترك للروسي هذا الملف وبكل هذه البساطة، وخاصة وجود تعزيزات عسكرية في مناطق حيوية بسوريا وتحديدا. طيب سأتوقف عند هذه النقطة أستاذ
موسى تحديدا النظام. تحديدا ماذا حققت واشنطن في سوريا؟ ترامب الذي قال إن إدارة أوباما انسحبت من الميدان وتركت سوريا للروس وسلمت المنطقة لطهران، اليوم ماذا حققت إدارة ترامب تحديدا في سوريا في عام وأقل وعام ونصف، أقل من عام ونصف، وهل فعلا يعني سيبقي على مقاتلين كما أشار لتأمين ما حققته الولايات المتحدة ضد الإرهاب فقط؟ يعني أنا بعتقد إذا بدنا يعني نعمل حسبة للإنجازات الأمريكية في سوريا، أنا بعتقد أنها من وجهة نظري يعني محدودة جدا، وقرار ترامب يعني يأتي من وجهة نظري تتويج ل يعني عدم وضوح او عدم وجود سياسه او استراتيجيه نافعه على الارض للولايات المتحده الامريكيه. كلنا نعلم ان الولايات المتحده اتبعت يعني استراتيجيتين او بعدين في الاستراتيجيه، تسليح المعارضه المعتدله بين قوسين، وكلنا نعلم بان هذا كان فشلا يعني كبيرا. لكن قبل عام يعني كان في دور انشط ودخلت يعني على الاراضي السوريه ودعمت طبعا يعني خلال محاربتها لداعش يعني بعض التكوينات وخاصه المقاتلين الاكراد الكرديه المقاتلين الاكراد. الان انا بعتقد السياسه الامريكيه في مازق، صحيح ان الخبر يعني الاعلان مفاجئ، لكن على الارض القوات الامريكيه اصبحت اولا يعني في مجابهه مع تركيا ونوايا تركيا بالنسبه للمناطق الكرديه، وثانيا اصبحت ايضا في بيئه غير صديقة، يعني سوريا والعراق كلنا نعلم بأن هناك يعني تأثير كبير لإيران والتنظيمات والميليشيات المرتبطة فيها وسوريا طبعا، وأيضا حتى نستطيع أن نضيف إلى حد ما روسيا. يعني القوات الأمريكية الموجودة في سوريا وحتى في العراق يعني ليست لن تكون قادرة يعني لأن يعني تحمي نفسها، ولن تكون قادرة بأن تحقق يعني أي إنجاز للولايات المتحدة على الأرض. كذلك أريد أن أذكر بأنه بعدما سلمت أمريكا بضرورة بقاء الأسد يعني في سوريا، يعني أصبح دور الولايات المتحدة دور ثانوي. كلنا طبعا نتأمل ونعول على دور سياسي يعني كبير حديثا، أنه يعني الولايات المتحدة دولة مؤثرة، ويعني لا يمكن أن نتخيل حل سياسي بدون الولايات المتحدة. لكن ما هو موجود يعني من تواجد أمريكي وسياسي أمريكي على الأرض السورية، انا بعتقد انه لم يكن ناجعا، لم يكن فعالا، والان هو يعني وضع الولايات المتحده في مازق اكثر من انه وضعها في ميزه بهذا الموضوع. اسمحوا لي ان ارحب باستاذ العلاقات الدوليه في جامعه جورج تاون امير خليف. اهلا بك استاذ امير عبر سكاي نيوز عربيه. يعني هذا الكلام المفاجاه لترامب، كيف يمكن لواشنطن ان تنسحب مع كل هذه القواعد والنقاط العسكريه على الارض السوريه وتحديدا في مناطق الشمال، ولمن سيتم تسليم هذه القواعد؟ طبعا التصريح اللي أدلى به دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة لأوهايو تلقيت هنا باستغراب شديد على جميع المؤسسات الحكومية الموجودة بواشنطن. هذا كما تعلمون يتناقض بشكل واضح مع سياسة الولايات الرسمية في منطقة سوريا، وهذا ما صرح به أيضا رئيس الخارجية المستقيل أو المقال ريكس تيلرسون مؤخرا بأنه ستبقى الولايات المتحدة على الأراضي السورية إلى أن تجد حلول سياسية أو دبلوماسية على الأراضي السورية. وهذا أيضا يتناقض مع ما صرح به وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتياس مؤخرا بأن القوات الأمريكية ستبقى على الأراضي السورية إلى أن تجد حلول إلى أن يتم تقدم واضح في النقاشات السياسية المقيمة اليوم في جنيف. وهذا يبدو واضحا بأن تصريحات ترامب تختلف اختلافا كليا على باقي المؤسسات الحكومية الموجودة والأمريكية التي لها صلة بالموضوع. وهذا ما فاجأ أيضا هنا القيادة الأمريكية والإدارة الأمريكية في البنتاغون وفي وزارة الخارجية. من المهم أن نتذكر بأن بعض التصريحات التي صرح بها دونالد ترامب في الماضي
بمثل هذا الشأن أيضا تم إعادة النظر فيهم. في السنة الماضية أعلن ترامب عن انسحابه من أفغانستان على سبيل المثال، ولكنه لم ينسحب من أفغانستان بعد أن أقنعته الإدارة الأمريكية والبنتاغون بأن مثل هذا الانسحاب بشكل خطر على المصالح الأمريكية في أفغانستان. وأنا برأيي هذا ما سيحدث أيضا في كل ما يتعلق بالملف السوري. صحيح بأن دونالد ترامب صرح في الأسبوع الماضي خلال زيارته إلى أوهايو بالانسحاب من سوريا في الفترة القريبة أو قريب جدا كما صرح، ولكن برأيي بأن الإدارة الأمريكية أو البنتاغون ووزارة الخارجية ستستطيع أن تقنعه بالتراجع عن هذا الانسحاب، لأن الجميع يعرف هنا بأن مثل هذا الانسحاب من الإرادة السورية معناه تغلغل القوات الإيرانية والروسية، وهو ما تريد الإدارة الأمريكية أن تراه على الأراضي السورية. سيد كدار، يعني بعد هذه ربما تكون الصدمة الأكبر للمقاتلين الأكراد مع كل هذه القواعد ونقاط التدريب الأمريكية، يعني هل فعلا بهذه البساطة الإدارة الأمريكية وترامب سيتخلى بعد هذه السنوات من دعم المقاتلين الأكراد في الشمال السوري؟ أولا وبكل بساطة، القوات الحماية الشعبية يعني يباجا لم تكن موجودة بأوامر من ترامب، وحتى هي موجودة قبل أن يستلم ترامب السلطة. يعني عندما كانت الإدارة الأمريكية يعني تدعم التنظيمات الإرهابية الأخرى في سوريا، يعني تنظيمات معتدلة وهي تنظيمات إرهابية تبين بأنها كانت تقدم أسلحتها لداعش والنصرة، يعني كانت هذه القوات موجودة وكانت تحارب الإرهاب في كل من مناطق روجافا شمال سوريا. يستمر الأمر إن انسحبت أمريكا أو إن بقت أمريكا أو تدخلت فرنسا أو لم تتدخل فرنسا، ستبقى هذه القوات لأنها بالأساس وجدت لحماية سكان تلك المنطقة كردا وعربا وسريانا من جميع المكونات تلك المنطقة، شكلت هذه القوات لحمايتها وهي ستبقى. لكن بوجود الحلفاء كيف ستبقى يعني مع الضغط التركي ومع تخلي واشنطن ومعسكرات التدريب، أكثر من 10 معسكرات تدريب في الشمال السوري وهم يواجهون أيضا بشكل يومي يعني غصن الزيتون وآلة القتل التركية؟ يعني بكل بساطة أمريكا موجودة باسم التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وهذا التحالف ليست فقط أمريكا، أيضا فرنسا وأيضا بريطانيا وكندا ودول عربية كثيرة منها الإمارات ومنها الأردن والسعودية، يعني الكثير من الدول موجودين. بكل بساطة في حال انسحاب الأمريكي هناك دول أخرى ستقوم بهذه الدور والمهمة، لأنه بالأساس القوات الأمريكية لا يتعدى تعداد يعني جنودها على الأرض قرابة 2000 جندي، هذا ما هم صرحوا به وأعتقد ليس أكثر من ذلك. حقيقة الأمر القوات التي تقوم بهذا الدور وحماية المنطقة ومحاربة الإرهاب هم قوات الحماية الشعبية وقسد، وهم من سكان المنطقة كردا وعربا وسريان، هم من يقومون بحماية هذه المنطقة. انسحاب الأمريكي صرح الفرنسي بأنهم متوجهون إلى منبج وإلى كامل شمال سوريا لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، هذا التنظيم الذي انتعش في الآونة الأخيرة بعد الهجوم التركي على مدينة عفرين وانشغال المقاتلين في عفرين وتحطيم نفسية بعض المقاتلين من سكان عفرين الذين كانوا يقاتلون في جبهات دير الزور والرقة هناك، لأن هناك من يطعننا في الظهر وهو الحليف والحلفاء وكل العالم ساكت عنه. لهذا انتعش هذا التنظيم، وعلى الدول العالم أن تدرك جيدا بأن قوات سوريا الديمقراطية هي من تحارب هذا التنظيم نيابة عن العالم أجمع، وليس فقط عن سوريا أو عن سكان تلك المنطقة فقط لا غير. وهذا ما أكده قصر الإليزي عبر البيان الرسمي الذي خرج الليلة البارحة بأن قوات سوريا الديمقراطية يجب أن يتم توجيه الشكر والدعم لهم لأنهم حاربوا تنظيم داعش الإرهابي نيابة على العالم أجمع. بينما وجدنا من ينتقد هذه السياسات التركية، وجدنا بأن تركيا بدأت تهدد العالم وتحديدا الدولة الفرنسية وبشكل مباشر بأنكم إن انتقدتمونا أو وقفتم في وجهنا بما نطمح إليه من احتلال مناطق أخرى من سوريا فنحن طيب لا أريد الخروج عن الموضوع تحديدا عن مفاجأة ترامب. أستاذ موسى نعم، من سيستفيد في حال هذه المفاجأة في الأيام تبلورت في الأيام القليلة أو الأسابيع المقبلة وربما اتضح هذا الموقف وهذا الاتجاه لدى ترامب والإدارة الأمريكية، من سيستفيد في الميدان السوري ما بين روسيا وتركيا وإيران؟ طيب راح يكون في طرفين أساسيات من وجهة نظري مستفيدين من هذا الانسحاب بشكل مباشر.
الطرف الاول طبعا هو تركيا، لانه يعني سوف تضع يعني الاكراد في مواجهه تركيا مباشره دون دعم يعني امريكي ودولي. انا اتفق مع ضيفنا من باريس بانه يعني الاكراد قوه تشكلت قبل يعني الدعم الامريكي، لكن في ظل غياب غطاء يعني دولي ودعم لوجستي الى اخره يعني سوف يكون هناك صعوبه في يعني صد الهجوم التركي. الطرف الثاني طبعا يعني هو التحالف الموجود في سوريا، يعني ان التحالف الروسي الايراني، وانا اعتقد انه بشكل مباشر اكثر سوف يكون الايرانيين مستفيدين اكثر من غيرهم، وهذا سوف يمسح المجال للتواصل الجغرافي بين يعني القوات المدعومه ايرانيا بالعراق وسوريا. واضح يعني المستفيدين من وجهة نظري بشكل مباشر هم الطرفين الاساسيين السوري الايراني اذا جاز التعبير، والطرف التركي. ولا شك في انه ايضا اذا ضعفت يعني القوى الكرديه تحديدا او القوات التي تدعمها الولايات المتحده في مناطق اخرى، ايضا التنظيمات الارهابيه يعني ممكن داعش وغيرها قد تستفيد يعني من اعاده خلط الاوراق يعني في سوريا. لكن يعني هذا يعني التقدير يعني بهذا الموضوع. أستاذ زمير، يعني هنالك تضارب بشأن هذا الموقف الأمريكي، ولكن أليس هنالك أيضا صراع لم يتوقف منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض بين دوائر وصناع القرار في الولايات المتحدة، بين ترامب، بين وزير الدفاع، بين وزير الخارجية المستقيل، وإعلان أيضا البنتاغون أنه حتى لم يتبلغ بهذا الموقف أو بهذا القرار من الرئيس؟ دعني أعلق بداية على ما ذكره الرفاق بأن أنا أوافقهم بالرأي بأن من سيستفيد من هذا الموضوع هو طبعا التحالف الإيراني الروسي الموجود على الأراضي السورية، ولكن أوافقك الرأي أيضا فيما ذكرته بأن هنالك الخلافات بين الدوائر الأمريكية والبيت الأبيض أصبحت واضحة، في حين يحاول دونالد ترامب إرضاء المصوتين والشعب الأمريكي أو حلفائه في الساحات المختلفة هنا وخاصة في الولايات التي دعمته في الانتخابات، أصبح واضحا بأنه لا خلاف واضح في الدوائر الأمريكية بالنسبة للسياسة الخارجية، وهذا ما رأيناه أيضا في الملفات الأخرى إن كان على موضوع الإيراني، وإن كان في الموضوع الذي يتعلق في نقل العاصمة من تل أبيب إلى القدس، وفي مواضيع أخرى. واضح جدا بأن البنتاغون ووزارة الخارجية تعارض مثل هذا الانسحاب من الأراضي السورية. واضح أيضا لهذا أيضا رأينا بأن البنتاغون حين سئل حول هذا الانسحاب صرح بأنه لا توجد لديه معلومات حول مثل هذه الخطوات من قبل البيت الأبيض. والمتحدثة باسم البنتاغون طلبت من الصحفيين إعادة هذا السؤال إلى البيت الأبيض. واضح جدا بأن البنتاغون لديه موقف يختلف اختلافا كليا. يجب أن نتذكر أيضا بأن جون بولتون المستشار الأمريكي الجديد الذي سيدخل إلى كمستشار الأمريكي للقضايا القومية لديه موقف يختلف من دونالد ترامب بالنسبة لمثل هذا الانسحاب. جون بولتون صرح في الماضي بأنه مع بقاء الولايات المتحدة على الأراضي السورية حتى إيجاد حلول دبلوماسية للملف السوري. يجب أن نتذكر أيضا بأن دونالد ترامب قام بهذا التصريح خلال حملة انتخابية في أوهايو، هذا لم يكن بعد جلسة استشارية في البيت الأبيض مع قيادة البيت الأبيض أو مع قيادة البنتاغون، وإنما كان خلال حملة انتخابية أو زيارة انتخابية إلى أوهايو. هذا ما سر، ولهذا نرى بأن إمكانية مثل هذا الانسحاب في الأيامات القريبة أو كما صرح به بحسب رأيي سيجد المعارضة كبيرة في الدوائر الحكومية الأمريكية هنا في واشنطن. طيب، اللافت أيضا يعني في هذه المواقف سيد كدار ما يتناقله أيضا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الولايات المتحدة تريد الخروج من سوريا قبل يعني كشف العلاقات السرية بين واشنطن والتنظيمات الإرهابية. ماذا فعلت بالرقة وماذا تخفي هذه الإدارة أيضا من أسرار؟
يعني الأسرار بالنسبة للتعامل مع التنظيمات الإرهابية مكشوفة وهي علنية، ويصرحون من يقومون بذلك هم من يصرحون. لا أعتقد أن الطرف الأمريكي له علاقات مشبوهة مع تنظيمات إرهابية، هذا يعني إن كانت ربما إن كانت كذلك فهي عن طريق تركيا، وأعتقد أن هذا التحالف تم وقفه مع تركيا، والآن هناك حالة يعني خلاف كبيرة بين تركيا والأمريكي وخاصة في الملف السوري. ربما التركي يحاول ابتزاز الأمريكان كما يحاول ابتزاز الجميع في بعض النقاط، لكن في موضوع يعني محاربة الإرهاب الكل يعلم بأن الأمريكي كان له دور كبير. أما عن تدمير مدينة الرقة فأيضا مدينة كوبا تم تدميرها، وأيضا هناك أي منطقة تتعرض للحرب سيكون هناك تدمير. فأيضا في عفرين تم تدمير مدينة جنديرس ومدينة راجو، والكثير من القرى مسحت عن الأرض تماما. في داخل تركيا أيضا كانت هناك حالة حرب، وتم قامت تركيا بمسح 5 مدن كاملة. يعني المناطق التي تكون فيها حركات، وخاصة في مدينة الرقة ومعقل التنظيم والحالات الانتحاريين من التنظيم نفسه، من كانوا يقومون بتفجير وتفخيخ سيارات والقيام بعمليات إرهابية هناك، سيكون هناك تدمير. لا أعتقد أن الأمريكي يتخوف من هذا الموضوع، ولا يعني بإمكاني أن أجزم بأن الأمريكي لن ينسحب من سوريا في الفترة القريبة القادمة، 10 سنوات 15 عاما المقبلة، لأنه بكل بساطة هناك لوبي داخل أمريكا، وهذا اللوبي سيضغط على سياسة ترامب بأن لا ينسحب وأن لا يفتح المجال، يعني الباب مفتوحا أمام إيران، مع العلم بأنني كاد أجزم بأن لا خوف من إيران على إسرائيل، ولكن إسرائيل ستتدخل وبشكل مباشر كي حسابات ربما مستقبلية ل50 عام مقبلة، كي لا يكون هناك وصل بين الهلال الشيعي التي تطمح إلى إيران. لكن إسرائيل تتخوف من تغيير في سياسات والحكم في والحكام في إيران، يعني الحكم والسياسة تتغير في إيران، ربما سيشكل خطرا عليها بعد 50 عام، لذلك هي تتخوف من هذا ولن تسمح لترامب بأن تترك المجال بهذا الشكل، إلا إذا كان هناك بديل يكون أفضل من الوجود الأمريكي، وربما هذا جائز. سيد موسى، يعني كيف سينعكس هذا في الميدان على المعارضة، على المفاوضات في جنيف، على الدور الأمريكي، وكيف ستعيد أيضا خلط الأوراق من جديد روسيا عندما تسيطر هي على الملف السوري وتمسك به بعد ما كل ما تم إنجازه إن كان في أستنا أو حتى في المفاوضات الأخيرة في سوتشي؟ من الواضح أنه الولايات المتحدة يعني في الفترة الماضية يعني أبدت يعني في سياستها نوع من عدم الرضا أو عدم يعني القبول في الاستمرار يعني في الجهود الروسية في أستنا وفي سوشي وغيرها، وحاولت يعني كلنا نعرف أن يعني خرج بيان من 5 دول يعني حاولت أن تقدم نوعا ما يعني رؤية مختلفة لحل الصراع في سوريا. أنا بعتقد أن الولايات المتحدة الآن يعني في المستوى السياسي يعني مع روسيا في أدنى حالات التنسيق، يعني إذا جاز التعبير، وواضح أنه يعني الأحداث في سوريا والنشاط الروسي يعني في محاولة المحادثات إلى آخره كان يحاول أن يستبق يعني الأمور، والولايات المتحدة غير قادرة أن تؤثر على هذا الموضوع. أنا لا أعتقد بأن الانسحاب العسكري، وأنا هنا أريد أن أنوه إذا سمحت لي بملاحظة بسيطة، يعني قد يكون هذا يعني الآن كلنا نعلم أن هناك تصعيد في الخطاب الأمريكي ضد إيران وفي احتمالية الانسحاب من يعني الاتفاق النووي، قد يكون هذا أيضا يعني انسحاب ضمن سياسة يعني جديدة أو استراتيجية جديدة يعني تتبناها الولايات المتحدة ضد إيران يعني تحديدا، وهنا محاولة التخلص من الحلقة الأضعف للوجود الأمريكي في سوريا، يعني كما أشرت هو عدد قليل جدا يعني من القوات الأمريكية في بيئة غير يعني صديقة على الإطلاق، يعني محاطة بالأعداء بشكل كبير وغير قادرة بأن تحافظ عليها، فقد يكون ذلك نوعا ما يعني إعادة يعني ترتيب يعني الاستراتيجية الأمريكية نحو إيران، يعني يعني قد يكون نلاحظ في المستقبل اشتباك أكثر يعني في إيران باليمن مثلا على سبيل المثال. فأنا بعتقد أنه مسار جنيف يعني قد لا يتأثر يعني كثيرا بهذا الموضوع، دي مستورة يعني لا زال نشط ويفاوض، لكن أستبعد أن يكون هناك إجماع أو قبول يعني لنقل لحل سياسي
تشارك فيه أمريكا وأوروبا بشكل فاعل، لأنه لم يعد هناك أوراق لا للولايات المتحدة من وجهة نظري أو ضعيف الأوراق، وحتى للاتحاد الأوروبي في الملف السوري. الآن يعني الشروط التي يمكن أن تحل بها الأزمة لن تكون مقبولة لأمريكا والاتحاد الأوروبي بسبب ضعف وجودهم وضعف تأثيرهم على الملف السوري بهذا الموضوع. فيعني نحن نترقب يعني في المرحلة القادمة يعني تطورات سياسية أخرى، وأيضا يعني بعض يعني المواقف تم الإشارة إلى الخلافات داخل الإدارة الأمريكية، هذا الشيء يجب يعني أن نلاحظ نترقبه في المرحلة القادمة ونشوف إذا فعلا هو يعني طيب. سيد كدار، قبل أن تغادرنا من فضلك في دقيقة واحدة، يعني كيف سينعكس ربما كل هذا التحول إن كان على المدى القريب أو البعيد على قوات سوريا الديمقراطية، وهل فعلا هنالك جهات داخلية تنتظر هذه اللحظة للانتقام من المقاتلين الأكراد؟ تركيا تحديدا تنتظر هذه اللحظة، واعتقد انها لن تنالها، لانها تحدثنا عن تركيا ولكن ايضا الفصائل الموجودة في الشمال السوري. نعم، عن كل تلك الفصائل الموجودة عند تركيا، ان كان احرار الشرقية، ارهابي احرار الشرقية، او جبهة النصرة، او غيرهم، السلطان مراد، كل تلك الكتاب التي اختلقت هي عن تركيا وبحضن تركيا، ولذلك اذكر اسم تركيا وليس تحببا فيها او عداء لها، لكن هي من وضعت نفسها في موضع الاتهام. القوات الفرنسية والامريكية موجودة في منطقة منبج، وهي اكثر المناطق التي حاولت تركيا او يقول التركي بانه سيقوم بمهاجمتها. ايضا على منطقة سريكانية راس العين كانت هناك تحركات تركية مريبة، فقامت قوات التحالف بإنشاء قاعدة رسمية هناك لمراقبة الوضع، أي لا تغيير. أعتقد حتى لو انسحب الأمريكي، قوات سوريا الديمقراطية ستبقى على موقفها ومع التحالف الدولي الذي ربما يكون هناك دول أخرى تقوم مقام الدولة الأمريكية. فرنسا تحديدا أعلنت أنها ستقوم بهذه المهمة مع الأمريكي وبالاتفاق مع الأمريكي، لأن الفرنسي وبكل صراحة هو يعني يدرك أكثر من الأمريكي ما هي الواقع السوري وكيف تكون، كيف الجغرافيا السورية والتداخل المكونات الإثنية والعرقية في سوريا. الفرنسي أدرى بكثير من الأمريكي في هذا الأمر. ربما أمريكا أيضا تبحث عن شركاء كي يقوموا بتغطية هذه النفقات سواء كانت العسكرية أو إعادة الإعمار، وتحديدا قلناها في بداية الحلقة، ترامب رجل مال يدرك كيف يجني المال ويعلم يعني كيفية أمور جني الأموال يجعل من غيره يدفع تكاليف هذه. أشكرك مدير مؤسسة كرد بلا حدود كدار بيريكوت معنا من باريس. سأختم معك أستاذ أمير، يعني هذا الردع الذي كانت تشكله القوات الأمريكية، أكثر من 2000 مقاتل على الأراضي السورية، تحديدا الردع في مواجهة روسيا والنظام السوري وأيضا الميليشيات الإيرانية، ماذا سيحصل وتحديدا في الطموحات روسيا في النفط وهذه المناطق التي تسيطر عليها واشنطن، ومن سيردع في المستقبل إيران أو موسكو؟ طبعا هذا هو السؤال الأساسي هنا في كل حول ما يتعلق بمثل هذا الانسحاب، لأن ما يحاول أن يقنع الناخب الأمريكي به دونالد ترامب بأن الانسحاب بالرغم من الانسحاب من الأراضي السورية بأنه سيستطيع الاستمرار في الامتلاك أبار النفطية الموجودة على في شمال العراق وسوريا، وهذا ما لا تستطيع الدوائر الحكومية هنا والبنتاغون فهمه. كيف يمكن للإدارة الأمريكية أو لأمريكا الحفاظ على مثل الأبار النفطية هذه بعد الانسحاب؟ وهذا ما يحاول أيضا البنتاغون ووزارة الخارجية توضيحه، بأن قضية الانسحاب العسكري من الأراضي السورية معناه تغلغل القوات الإيرانية والروسية على الأراضي السورية، ولكن هذا أصبح أيضا واضحا من خلال الادعاءات التي يحاول أن يدعم به هذا الانسحاب، بأن ما يقوله بأن الولايات المتحدة قد دعمت القضية السورية أو انفقت على الموضوع السوري خلال السنوات الماضية ما يقارب 7 تريليون دولار، وهذا ما لا نريد أن نقوم به في المستقبل. ولكن السؤال كيف يمكن الولايات المتحدة هو البقاء على أو الحفاظ على الأبار النفطية
من خلال في بعد الانسحاب من الأراضي السورية. ولكن يجب أن نتذكر مرة أخرى بأن مثل هذه التصريحات قام بها دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى أوهايو. كما ذكرت ما أحد القضايا التي تهم دونالد ترامب السياسية هي الحفاظ على قوة المحافظين في الكونغرس الأمريكي في الانتخابات القريبة. وهذا يحاول أن يثبت للناخب الأمريكي بأن سياسته الخارجية اتجاه في منطقة الشرق الأوسط هي أفضل من سياسة الديمقراطيين، في حين وضع الديمقراطيين خلال فترة أوباما 7 تريليون دولار. نحن سنستمر في عملية القضاء على الدولة الإسلامية دون إنفاق الملايين على هذه العملية، ومن ناحية أخرى سنحاول الحفاظ على الأبار النفطية دون وضع إمكانيات عسكرية ومالية في هذه المنطقة. السؤال، هل سيستطيع دونالد ترامب من التوفيق بين سياسة الحفاظ على المصالح الاقتصادية والعسكرية بالرغم من الانسحاب؟ هذا هو السؤال، وأنا برأيي لن يستطيع أن يقوم بذلك. أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون أمير خليفس، كنت معنا من واشنطن، وأيضا العاصمة الأردنية مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية موسى شتاوي، شكرا جزيلا لكم.